شايفه الدكاترة عاملين ايه؟ سيكشن او جزء التي بي معانا. بصراحة انا مرضتش اول الكلام النظري بتاعكم الكتير اللي في السيكشن ده ملوش اي تلاتة لازمة، عشان اثر على نفسي واثر عليكم الطريق. انا في الفيديو ده هكلمكم عن اللي هيجي في الامتحان، يعني اللي هتخش في الامتحان تلاقيه، تمام؟ هتخش في الامتحان بسم الله الرحمن الرحيم في التي بي، احتمال من الاحتمالات يجي لك اربع واحد من اربع سلايدات، واحد من اربع حاجات هتجيلك في التي بي. الاربع حاجات دي انا هعرضها لك، وهعرض طبعا انتوا عارفين ان الامتحان بيجي صور واسئله عليها. احنا عندنا في التي بي اربع صور، هجيب لك الاربع صور وهجيب لك كل احتمالات الاسئله اللي تيجي عليهم كلها، بحيث نكون مغطين كل حاجة. كمان هقول لك كام معلومة كده بحيث لو سألوا عليها. أول صورة عندنا اللي هي طبعا الزل نيلسون، التي بي في الستين الزل نيلسون، تمام؟ يجيب لك الصورة دي ويسألك بعض الأسئلة عليها، تمام؟ صورة هتلاقي الأورجانيزم بينك كده على الباك جراوند أزرق، بينك على باك جراوند أزرق، يبقى ده هتعرف على طول إن هو تي بي. تعال نشوف ايه الاسئله اللي يمكن تيجي على دي. هيسالك احتمال، يسالك في كل الحاجات اللي في الاحمر دي، الاورجانيزم، الستين بتاعه اللي احنا صابغينه بيه، التيشو ولا كلتشر، هو دلوقتي في تيشو ولا كلتشر. This organism can be stained by، الستينز التانية غير اللي هو مصبوغ بيها دي. الكلتشر بتاعه نقدر نزرعه على انهي كلتشر. ريسبيريشن، هل هو ايروبيك، هل هو انيروبيك، هل هو بارشل ايروبيك، وهكذا. سكين تيست، الريسنت ميثود اوف دايجنوزز، والفاكسين والتايبس بتاعته. الاورجانيزم، طيب ايه هو الاورجانيزم؟ مايو بكتيريوم تبركلوزس اللي احنا عارفينه، او تقدر تقول تي بي مايو او تقدر تقول تي بي يعني، بس هو عشان اضمن مايو بكتيريوم تبركلوزس اللي هو ام تبركلوزس، تمام. تاني حاجة الستين، ايه هو الستين اللي احنا صابغينه بيه هنا؟ زيل نيلسون ستين، زيل نيلسون ستين، او نقدر نقول زي ان ستين، زي ان ستين مقبولة في الامتحان. تيشو ولا كالتشر؟ هنا طبعا احنا في التيشو، ده تيشو ملوش علاقة بكالتشر خالص، يبقى ده ايه؟ ده تيشو. This organism can be stained by، ايه الستينز التانية اللي نقدر نصبغه بيها؟ قال لك في ستين اسمها اورامين ستين ورود امين ستين، رود امين ستين، اورامين ستين. طبعا امين مشتركه بين الصبغتين، امين وامين، هنا اورا وهنا رود، تحفظ اورا هنا اورا ورد، اورا ورد، اورا اورامين رود امين، تمام. يبقى دي الستينز التانية اللي نقدر نصبغ بيها. الكالتشر اللي عندنا حاجتين، لونشتين جينسون، وده سيلكتيف، وعندك دورست ايج ميديوم. طبعا هنا يمكن يسألك سؤالين فيها، يمكن يقول لك وات از ذا سيلكتيف ميديوم اوف ذس، سيلكتيف ميديوم اوف ذس اورجانيزم، هتقول لي سيلكتيف ميديا لونشتين جينسون. قال هيقول لك وات از ذا انريتشد ميديوم، هتقول لك the enriched medium is dosed egg medium، تمام. ركزوا فيها عشان بيخدعوا فيها في الامتحان دي. What is the selective medium؟ لوينشتاين جينسون. What is the enriched medium؟ dosed egg medium. قال لك الكالتشر اكتبوا من الاثنين او اكتب واحده فيهم. حلو الكلام؟ حلو. الريسبيريشن، هل الاورجانيزم ده محتاج اكسجين عشان يعيش؟ قال لك اه، strictly aerobic، strictly aerobic، يعني لازم اكسجين عشان يعيش، عشان كده بيعيش في الرئة وبيعيش في الكدني والحاجات دي. سكين تيست، خلي بالك دي مهمة جدا. قال لك سكين تيست، قال لك دايجنوزد باي، تكتب اللي هقول لك عليه ده، تيوبركلين تيست، تيوبركلين تيست. حلو الكلام؟ تيوبركلين تيست، سكين تيست، تيوبركلين تيست. طبعا لينا صورة كاملة للتيوبركلين تيست. قال لك ده سؤال واحتمال قوي ما يسألوش في الحتة دي، بس لو سألوا ادينا احنا ضامنين الحته. recent method of diagnosis،
ايه هي الميثودز الجديده اللي نقدر ندايجنوز بيها الموضوع ده؟ قال لك هنا انا اخترت لكم يعني اسهل حاجتين، باكتك ميثود، باكتك ميثود والبي سي ار، باكتك ميثود والبي سي ار، باكتك والبي سي ار. حلو الكلام. دي الميثودز الحديثه اللي نقدر ندايجنوز بيها ايه التي بي. قال لك ايه هو الفاكسين بتاع التي بي؟ تقول له بي سي جي فاكسين، بي سي جي فاكسين، بي سي جي فاكسين اللي احنا اتكلمنا عنه في المحاضره. تمام، الفاكسين بي سي جي فاكسين. تمام. التايبس بتاعت الاورجانيزم بقى، احنا قلنا في المحاضره ان التايبس عندنا فيه هيومن تايب وفي بوفاين تايب، هيومن تايب وبوفاين تايب، هيومن تايب وبوفاين تايب. حلو، هو مش هيسألك اكتر من كده في ال في ال ال السلايد دي تقريبا، دي كلها طبعا هو هيجي لك هيسألك عن حاجة حاجتين ثلاثة بالكتير من الحاجات دي، بس انا جايب لك كلهم عشان يعني نعرفهم كلهم عشان يمكن يسألك في اي واحدة من دول. تمام، نيجي للسلايد التاني، ده برضو نفس الكلام بالظبط لكن في شوية اختلافات، في شوية اختلافات، في أسئلة زيادة. ده تي بي برضو جالك باك جراوند أسود والأورجانيزم أصفر، هتقول هو ده برضو تي بي لكن في شوية اختلافات. الاختلاف إيه؟ إن الستين هنا اسمه أورامين أوستين، فاكرين اللي إحنا قلنا أورامين، ده أورامين بقى ستين، ده اللي هنا اورامين ستين. حلو الكلام، اورامين اوستين بيسموه اورامين اوستين. ديتكتد باي، يمكن يقول لك ديتكتد باي ايه؟ هتقول له ديتكتد باي فلوريسنس مايكروسكوب، فلوريسنس مايكروسكوب، ديتكتد باي فلوريسنس مايكروسكوب. لكن قال لك بقى اي حاجه من اللي احنا قلناها دي تجاوب نفس الاجابه، اورجانيزم مايكرو بكتيريوم تبركلوزيس، الستين هو اللي يختلف، ستين ايه؟ اورامين ستين. تيجي نفس الكلام، this organism can be detected by، هنا الستين الستينز التانية بقى تكتب زين نيلسون ورود امين ستين، لان الستين الاساسي بتاعنا ورامين في دي. culture نفس الكلام، لونشتاين از سيلكتيف ودورز ايج في الانريتشد، نفس الكلام بالظبط هتكتبه هنا، بيطبق على دي. الاختلاف بس في اللي حاجتين دول، يقول لك detected by ايه؟ فلوريسنس مايكروسكوب. نيجي بقى لتالت صورة عندنا، دي الكالتشر بتاعنا اسمه لوينشتين جينسون ميديا، يجي لك الصورة دي أو يجي لك الصورة دي، اسمه لوينشتين جينسون ميديا. تمام، لوينشتين جينسون ميديا طبعا، أنا عايزك لوينشتين جينسون ميديا ده السكيما بتاعتنا أو الأساس بتاعنا هو السلايد دي. يمكن يسألك في كل التي بي عن في السلايد دي اورجانيزم ايه الستين، طبعا لو في كلتشر مش هيسالك عن الستين، يمكن يسالك عن الستينز بتاعته عامه، تيشو ولا كلتشر، هتقول له كلتشر. لو جاب لك لونشتين جينسون الكالتشرز هيقول لك، لو جاب لك كلتشر لونشتين جينسون ميديوم هيقول لك اذر كلتشرز، اذر كلتشر او اذر ميديوم، تقول له دورست ايج ريسبيريشن وسكين تيست، كل ده نفس الكلام. تمام، في اللونش جينسون ميديم، عايزك بس تعرف شويه كلمتين كده عن اللونش جينسون ميديم، يمكن يسالك عنه، هيقول لك الجروث، هتقول له فيري سلولي، جرو فيري سلولي، ابير افتر، يعني هو بيظهر بعد من 4 لـ 6 اسابيع، 4 لـ 6 اسابيع، يقدر يقول لك ديوريشن بتاعته، الديوريشن 4 لـ 6 اسابيع، 4 لـ 6 اسابيع. البريميوم تمبريتشر، يمكن يسألك بريميوم تمبريتشر 37 سيليزيس، 37 سيليزيس. حلو الكلام. كلتشر اون دورست ايج ميديم فور سبيسمن فور نورمال سترايل سي اس اف. الجمله دي معناها ايه؟ معناها ان احنا لو جبنا، طبعا انتوا عارفين يعني ايه سي اس اف، سي اس اف ده اللي هو السائل اللي بيبقى في الدماغ، السائل اللي بيبقى في الدماغ وفي ال العمود الفقري اللي هو بيسموه ايه؟ سباينال كورد، اللي هو بيبقى في السباينال كورد، بيبقى في السي ان اس اللي هو بنسميه سي اس اف.
السي اس اف ده لو التهب بتي بي، لو احنا خدنا عينه منه هنضمن ان طبعا السي اس اف ده ما فيهوش بكتيريا خالص. لو هو اتصاب بتي بي هنقول ان السي اس اف ده ما فيهوش اي اورجانيزم تاني غير السي اس اف. فاحنا مش محتاجين نعمل سيلكتيف ميديوم عشان نموت الاورجانيزمات التانية، لان مفيش اورجانيزمات تانية اصلا. لكن مثلا لو سبيوتم، خدنا سبيوتم من عيان، السبيوتم ده بيبقى فيه اورجانيزمات تانية كتير، فاحنا هنضطر نعمل لونشتاين جينزل ميديوم اللي هو سيلكتيف. فبيقول لك الدورست ايج ميديوم لو انتوا فاكرين ده كان الانريشد، الانريشد فاحنا محتاجين انريشد بس مش محتاجين سيلكتيف، عشان عندنا تي بي بس ما عندناش اورجانيزمات تانية. حلو الكلام، حلو الكلام. ده رابع صورة عندنا، يمكن يجي لك الصورة دي هيسألك عليها شوية أسئلة، هيقول لك name of the test، هتكتب tuberculin test أو mantox test، الاتنين صح، tuberculin test mantox test، tuberculin test mantox test. حلو الكلام، بس يعني أضمن تكتب tuberculin test، بس mantox test برضو صح 100%. هيقول لك هنا detect ايه، او هيقول لك بصيغة تانية type of immunity، type of immunity هتقول له هنا cell mediated immunity against mycobacterium tuberculosis، cell mediated immunity. تعرفين ان احنا نوع المناعة اللي بتطلع ضد التي بي cell mediated مش humoral، فتكتب cell mediated immunity against mycobacterium tuberculosis. حلو الكلام. هيقول لك made of التوبركلين تيست ده ميد اوف، احنا بنصنعه منين؟ قال لك مصنوع فيه اللي هو بي حاجه اسمها بي بي دي، بروتين بيوريفايد دريفيتيف. يعني باختصار كده التيست ده يعني بالبلدي التيست ده بيشوف انت عندك مناعه، في مناعه اتكونت ضد التي بي ولا لا، في مناعه اتكونت ضد التي بي ولا لا، فبيجيب لك بيجيب الاورجانيزم الاساسي اللي هو التي بي ماي بكتيريوم تيبركلوزز الاورجانيزم بتاعه، وبيستخلص منه البروتين، يستخلص منه ايه البروتين، ويروح عامل لك التيست ده. لو حصل رياكشن في لو حصل لك حساسيه فانت عندك مناعه، لو ما حصل لكش حساسيه يبقى انت ما عندكش مناعه ضد التي بي ده. فبالتالي ايه المناعه اللي نوع المناعه سيل ميديتد اميونيتي، بيتكون من ايه التيست ده، حاجه اسمها بروتين بيوريفايد دريفيت، البروتين اللي احنا بنستخلصه من الاورجانيزم. اخر حاجه بقى بروديوس ايه، يعني ايه نوع الرياكشن اللي هيحصل. قال لك ديليد هايبر سنسيتيفيتي، ديليد هايبر سنسيتيفيتي ده رياكشن مناعي، ده كده رياكشن مناعي بيحصل. حلو الكلام. بس كده. وطبعا السلايد الاولانيه يمكن يسالنا عليها في اي واحده في الصور كلها. السلايد الاولانيه دي تحفظها صم تبصمجها بقى تعمل اللي نفسك فيه، بس تحفظها لي. بس كده. النيم اوف ذا تيست، ما احنا قلنا ايه، قلنا اول حاجه السلايد ده اللي هو في التيشو، بعدين السلايد الثاني بتاع الاورمين اوستين، وبعدين لونشتاين جينزل ميديا، واخر سلايد اللي هو المانتوكس تيست. مش هيخرج ان شاء الله بره الصور دي، وان شاء الله مش هيخرج بره الاسئله اللي انا قلت عليها. بس عندي معلومات زياده او اف نيدد، في شويه معلومات كده لو رخم عليك، معلومات يعني عبيطه يعني، بس عايزك برضو تعرفها لو انت مش عارفها. الاورجانيزم thin straight or slightly curved bacilli، thin straight or slightly curved bacilli يعني مستقيم او معوج شويه الاورجانيزم ده، عفوا وي ارينجد سنجلي بيبقى سنجل، او بيبقى مع جروب يعني بتبقى اورجانيزمات مع بعضها، او بيبقى لوحده. ابير بينك ان بلو باك جراوند، ده اساسي احنا قلنا عليه. بص هنا بقى بيقول لك دي كونتامينيشن اوف سبيسمنت. طيب احنا لما نيجي ناخد عينه من العيان، العينه دي مثلا خدنا بلغم او سبيوتم من العيان، البلغم ده موجود في التي بي صح، لكن التي بي مش موجود لوحده، في تي بي، في ستريبتوكوكس،
في انواع بكتيريا تانية. طيب احنا عايزين تي بي لوحده هنعمل ايه؟ قال لك بنعمل حاجه اسمها دي كونتامينيشن اوف سبيسمن، بنموت كل حاجه غير التي بي. ازاي؟ قال لك بنعمل حاجه اسمها بنعمل تو ميثودز. انا عايزك تعرف اسم الميثود بس لو سألك عليه، اسمه بيتروفس ميثود وانتي فورمن ميثود. انتي فورمن وبيتروفس ميثود، بيتروفس ميثود وانتي فورمن تيست. يقول لك بنعمل دي كونتامينيشن للسبيسمنت ازاي؟ بيتروفس ميثود انتي فورمن ميثود. مش عايزك تعرف اي حاجه عنهم، اسماء بس، بيتروفس ميثود وانتي فورمن ميثود. حلو الكلام؟ بس كده، ده كان كل التي بي اللي معانا. ومش ان شاء الله الاسئله في الامتحان هتيجي بنفس الصيغه اللي قلت لك عليها، ومش هتخرج عنها باذن الله. شكرا لدكاتره.